نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: أدوات جديدة لكبح التحرش والمضايقات على فيسبوك وماسنجر. أعلنت فيسبوك إدخال أدوات جديدة تهدف إلى منع التحرش عبر تطبيقي فيسبوك وماسنجر، وتمت إضافة هذه الأدوات بناء على البلاغات المتكررة من قبل المستخدمين وأصحاب المجموعات على الشبكة الاجتماعية بشأن تعرضهم لمستويات عالية من المضايقات عبر الإنترنت. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا نطالع: باحثون يابانيون يطورون الروبوتات الأشبه بالبشر على الإطلاق. طور مجموعة من الباحثين اليابانيين نوعاً جديداً من الروبوتات التي تشبه الإنسان بشكل كبير، إذ تمتلك ذات المفاصل البشرية وهيكلاً عظمياً يحاكي ذات الحركات التي يمكن للإنسان القيام بها. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية محارم من روث الباندا. تعتزم شركة صينية إعادة تدوير روث الباندا لإنتاج أوراق المراحيض والمناديل الورقية وفوط طاولة. وتتعاون الشركة الصينية مع مركز الحماية والبحوث بشأن الباندا العملاقة للإفادة من روث هذا الحيوان ومخلفاته الغذائية. صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مستشفى متخصص يعتني بالدمى. يقدم مركز متخصص لإصلاح الدمى أطلق عليه مستشفى الدمى في العاصمة البرتغالية لشبونة خدمات خاصة لجمع الألعاب وإصلاحها على يد نساء متخصصات، ولكل دمية استمارة مريض خاصة بها، وتودع في المكان لعناية ثلاث طبيبات ماهرات يعملن على تصحيح ما تشوه لديها كالعينين أو ذراعين أو شعر ببراعة لافتة. ختاما مشاهدينا، من صحيفة البيان: الإماراتية أسود السيرك سمينة تثير جدلا. أثارت أسود ذات وزن زائد جدلا بين الجماهير التي حضرت عرض السيرك في روسيا، وطلبت الجماهير من الشرطة التحقيق في أمر هذه الأسود، إذ تعتقد أنها تعامل بشكل سيء لإجبارها على عروض تعجز عن القيام بها بسبب وزنها الكبير.